امي الحاج حسن دوريت عبد الله عمر زكان ورزازات. انا حاليا كنتواجد في مدينه اكدز في مشروع مصبانه اكدز، يعني واحد المشروع جديد في المنطقه، يعني ناجح 100%. اللي جديد في المشروع وهو تنوجد البياسات في 45 دقيقة صابون ومصلوح. يعني جديد في المنطقة، يعني إذا ما قلتش جديد كله في منطقة زاكورة. وعيدكم مبارك سعيد، مرحبا بكم، مرحبا بالجميع. ونزيد واحد الإضافة، أنا ممثل تعاونية الزعفران دواريت عبد الله، اللي بغاش الزعفران مرحبا به. الزعفران ديال التعاونيات راه هو الزعفران الحر، هو الزعفران اللي تيخص اللي خاص الناس يشريوه، هو ديال التعاونيات. يزوروا هذه المنطقة، فيه شلالات وفيها شلة ما يتشاف، يعني شي حاجة معتبرة، يعني شي حاجة رائعة بزاف في المنطقة ديال أكدز. هو كتعرفوا المنطقة ديال أكدز باش معروفة، راه معروفة بالتمر بعد أولا، والقصابات السياحة راه كتعتمد بزاف في السياحة. السياحة هاد العام راه شوية على حسب هاد كورونا شوية السياحة ناقصة، ولكن ولله الحمد بدات الأمور كتحسن. نتمنى من الله العلي القدير أن يزولنا هذا الوباء. والسلام عليكم ورحمة الله. من طبيعة الحال الناس اللي تيجيو من أكادير الدار البيضاء على حسب الفلاح راه ديما تيجيو، كنوجد لهم البياسات ب 45 دقيقة. ومن بين الصدف اللي فرحتني بزاف وهو هذا الصحفي الصديق ديالي مسبقا جاء عندي ودرت هذه المقابله. والناس ديال أكدز راه مزيانين، ناس طيبين، ولا عمر هضر، ما عمر لقيت معاهم شي مشكل. دابا وانا عام هنا، عام وشهرين وانا في أكدز، ما عمر لقيت شي مشكل مع هاد الناس. الناس ديال الجنوب الشرقي لا عمر هضر، كاملين.